بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام البيقوني رحمه الله تعالى في منظومته: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. أول والصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. والحسن المعروف طرقا وغدات، رجاله لك الصحيح اشتهرات، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسى من كثر. وما أضفت للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل، قل ما على وصف أتى مثل أنا والله أنبأني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم، وكلما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزلا، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزلا. وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقف زك، ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال، والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلس النوعان: الأول الإسقاط للشيخ وأن يروي عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصيف أوصافه بما به لا ينعرف. وما يخالف ثقة فيه الملا، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. والفرد ما قيدته بثقتي أو جمع أو قصر على روايتي، وما بعلة غموض أو خفا معلل عنده قد عرفا. وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن، والمدرجات في الحديث ما أتات من بعض ألفاظ الرواة اتصلات. وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخي، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. مؤترف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط. والمنكر الفرد به رو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه ما واحد بهم فرد، وأجمعوا لضعفه فهو كراد. والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقوني. فوق الثلاثين بأربع أتات، أقسامها تمت بخير ختمات.